السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ شو الأخبار اليوم؟ طبعا تعالوا كده نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد. طبعا أنا نسيت إن أنا أكلمكم عن أول هجوم ليا بالمارشيل. طبعا أنا أول ما دخلت الحرب الأبدية اللي هي الأبدية، تمام، الأرض الأبدية، المهم ايه، لقيت واحد جنبي قلت أهاجم عليه، هجمت عليه كسبته. طبعا دوت اول واحد، ايه، اول واحد هجم عليه. فالمهم تعالوا كده نشوفوا كده مع بعضينا. انا طبعا لقيت تلاتة، تمام، فقلت ايه، قلت اجرب كده ايه هجوم سريعا كده. فلقيت نفسي ايه كسبته، خسرت حوالي تلات سفن بس. انا يعني مش فاهم في ايه بالظبط، بس يعني حلو، جميل، حاجة جميلة. تعالوا كده ايه نشوف كده مع بعضينا. طبعا عندي بليف اربع نجوم، عندي نيمتز 5، عندي الاكاتورا 5، وهو عنده كله 5. طبعا مع ان بابلي دوت، يعني بابل بي دوت مش كويس. تعالوا كده برضو ايه نشوف السمات كده على السريع. هو يعني مش جامد برضو، يعني مش اللي هو تمام. ماشي. طبعا انا بالنسبه لي انا مش عارف اصلا، يعني زياده حيويه القوات البحريه 832% اللي هو انا يعني تمام. في عندي زياده هجوم القوات البحريه 690، فانا مش عارف يعني نظام اللي هو المارشيل يعني كده بالنسبه له حلو ولا لسه ايه، لسه قليل. لو كده اكتبوا لي يعني في الكومنتات، بس انا على ما ارجح ان هو ايه كويس، يعني الى حد ما كويس. في طبعا عندي هنا زيادة، فين زيادة الضرر، زيادة الضرر. طبعا حجم المسيرة 60، طبعا زيادة ضرر القوات البحرية 94.5%، وخفض ضرر القوات البحرية القادم حوالي 81%. طبعا انا ممكن العب فيهم يعني الاتنين، ممكن برضه ازود خفض الضرر، بس بناء على ايه، ان انا اقلل هجوم القوات البحرية. تمام يا شباب، تعالوا كده ايه نشوف برضو كده الفيديو كده مع بعضينا. شوف كده عملت في ولا ايه، ولا بهجم بالكام، ولا ايه الدنيا. طبعا انا ما كنتش اعرف طبعا هجومي كام دلوقتي، كام طبعا انا في الحلف الاسطوري ما كنتش بضرب ب 140 خالص، انا كنت بضرب بالكام، يعني تقريبا 70 حاجة زي كده يعني. طبعا بليفو ضربت، ظبطت الدنيا. طبعا هنا الاكاتورة اهوت بيلعب، بيضرب ب 182، يعني اعلى من اعلى من الضربة العادية بتاعة السفينة. طبعا بضرب هنا ب 27، انا كده ضربت من 200 و 358 بليون 249 140 293 أتحب أن أقتلك بطريقة 180. طبعا هنضرب بالأكاتور اهوت، كده كده جابهم بين عليا يعني تقريبا. شكرا حبيبي، زي الفل. ده كده كان أول واحد، تمام. في برضو واحد تاني هنا برضو تقريبا دوت برضو ضربته، ده كده برضو يعني ايه، كان جامد، كان جامد جامد يعني. الولد دوت تقريبا تكتيك، تمام. فتعالوا كده نبص عليه بصة كده ايه، بصة سريعة كده ايه، بصة اهوت في السمات. هنضرب طول 2، هو برضه يعني ضعيف شوية، الأربع نجوم، أربع نجوم بس. أوبتوموس دوت يا جماعة جامد جدا برضه، أنا يعني حاسس إن هو فعلا اللي واقف قصادي، هو اللي خلاني فعلا أخسر الكام سفينة ديت، لأن الولا مش جامد يعني. الولا مثلا زيادة الحيوية 600، زيادة هجوم القوات 536، يعني مش هو اللي يعجزني. تمام. في هنا ايه تاني، زيادة زي الدرجات البحرية مش كويس،
تمام، خفض الضرر القادم يعني شبهي. فايه، تعالوا كده، ايه تعالوا كده نبص بصه كده في عادة المعركه. يعني الولا فعليا انا حاسس ان هو جامد، فانا مش عارف، تقريبا ممكن من السفن الخارقه ولا ايه، ولا من خفض الضرر اللي عامله اوبتيموس برايم. يعني بضرب ب 89 يعني. طبعا 116. طبعا ضرب وزاد الضرر جامد. سوري، استنى كده، ايه نعمل فيديو تاني برضو، بس ايه بالبطيء عشان ما خدتش بالي اصلا هو ضرب بالكام. يعني لان السفينة بتاعت الضرر سريعة، سريعة في الضرب. جميل جميل يا كاتورة، جميل. طبعا ضربني بال 38 دي، ماشي. انا 20 50 50 برضه تاني. تمام، هو الاكاتورة هو اللي بهدلني. انا بضرب ال 62 مع ان البتاع واخده تقليل دمج 50%. تمام، 123. تمام، السفينة الضرر بتاعها حلو برضه، اللي هي السفينة بتاعت الخارقة دي. طبعا ديت انا كده كده هضربه بضربة تقريبا ويودع. على كتر يخش طبعا عليها هيبوظها يعني. بهدله خلاص. تمام يا شباب، طبعا رحت هاجم عليه هنا هجمة كمان، بس انا طبعا كان هو لسه ايه، كان ضعيف 38. One shall stand, one shall fall. One shall stand, one shall fall. هي حلوة بليفو برضه يا جماعة، عجباني والله. بتعمل ده مش حلو برضه. تمام يا شباب، لا انا متفائل بالمارشال الحقيقه. لا المارشال كويس. طبعا هوريكم برضو ايه، هيبقى برضو في فيديوهات برضو تانية ان شاء الله. تمام، عن بقى هجوم، لان في هجومات ياما طبعا هتيجي. فيا مصالح احوال كده، ايه هنزل لكم فيديوهات برضو كتيره كده ان شاء الله اليومين الجايين. يلا طبعا ما تنسوش بقى تدعمونا كده باللايك، وتشتركوا في القناة، وتعملوا شير، وتظبطوني كده يا جماعة. تمام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم لاحقا.